بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وعن جزو جرني درس جني سورة البقرة عاوة إن شاء الله وحنكبر الله بين آيات الله بقول تضبات هي الله لو بقول تضبات هي الله في سورة البقرة. وعن معلمها كسو جرني درس جني حاليا موي جهربا صوب اللوني ونقالها اقتصاد كا يوحي لحرير آياتها كساب سنديتها صدق الله بحين أيو هديتها جنقسي وعاو عشركين وانت بضان كساب سيهي حلاشة يا حرانت يا الربضة. الله سبحانه وتعالى وحوه ليس عليك ليس معها نن عليك كركا النبي محمد وداهم دتك هنون قول وهداية التوفيق بالليلة إن له هنون يو والله وافجيو هوشا عديك كركا مسارة توفيق ده الله اسكاله ولكن الله إبوينا يهدي هنون من يشاء وقفكتون الله إسكال هنون انت وما تنفق واحد بحسان دضو أو من خير خير أخ خير هو مال وحيات بحسان أو مال أخ فلأنفسكم نفتين وأهاضي إذن كنا فعيا وما تنفقون مبحسان إلا ابتغاء وجه الله إبوينا درتي موغية ومبحسان طلب يعني إبوينا درتي أو طلبيسان أمبعض بحسان وما تنفقوا مبحسان إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا مبحسان من خير أما وما شيء تنفقوا بحسان ومن خير خير أنا يوفى إليكم إبوين وإذين أوفين ويسوى وافي أبا ليدين سين أجر كيس وأنتم إذينك أو لا تظلمون أن ليدين ظلمين ونوحي أجر كيس ليدين كنس قامنين للفقراء وحا أصغنا ذكوي فقراء المهاجرين وي الذين كواسوا أحصروا للرابي في سبيل الله جدك إبلو الرابي أو سفر كيكلة يجنعسي يتجاردي ويكجوك سيدين وحيكو خاسر كيهين وكليه أي كشقيان جدك إبي جهادك لا يستطيعون مأوذان كواسي ضربا صعد وسفر في الأرض بولك الدحديث يحسبهم وعملين الجاهل قفك عن حالة دود اللسعونين أغنياء إنيهين لمن مالقبين من التعفف دورصنان تطرته وهذا إسكار دورصون إسكار درق الخروح بضان مركز سيدة أسترته بان للاقيرني تعرفهم وادقيرن إسايو بسيماهم علامته هذا كقرض علامات الفقر والجوع وكم قطع جاجد يا فقره ردوب نذولا يا مارتش يا سينا قرع الصب يا وحياء ومقنن على ما لو قرتايات لا يسألون الناس ضدك مويديستان إلا حافا كعل إلين ها ضدك أنت ويديستان هبلو يديب هبلو يديب مدهن وما تنفقوا واحد بحسان ومن خير خير أدلو فإن الله إبوين به إسقى عليم وأغيهي الذين هو ينفقون بحناية أموالهم حوله بالليل هبينك يو النهار مالنتي سرا قرسود أبه يو علانية يصيل أغيهي وأبحناية فلهم وحيليهن أجرهم أبالقود إليه عند ربهم رب ولا أكتس كليهم ولا خوف عليهم عبس كركوضما حق كهر ريس خوفك وحالي لها وحا كهر ريا في المستقبل وحلق هذا مريس وحا كهر ريا وقيردة
وقبرك ومعركتي قيامك وميزانك وصراطك وقنطرضة وعده يهوشا كبقي معايا ولا هم يحزنون وحي أي صوم مرين كمركي معايا الدون كوحي يكون صوم مرين وحي سمايين وعمل في عنها أرمد وإذا كمركي معايا وحي دنبي أي سمايين كرد عين أرمال وقف صدا كمركي معايا ولا هم يحزنون. طيب هذا بقى آيات كان وحي إنه فسريان أما معنى هذا هو يهي حسن البصري وحي يري أيضا معنى هي كهذا وحي نفقة المؤمن لنفسه قفك مؤمن كاتوح بحيو إستغى نفتي سيغطى الله مرك مؤمن كوح ما بحيو إلا أنفق هديه قفك إذا أنفق مركو سيدي سبوح بحينيو وما بحيو إلا ابتغاء وجه الله سيدي هذا بقفك مؤمن كاه ابتغاء وجه الله وبوح بحيه إلهي درت بوح بحيه وحكى لي إستغى مسوك لي الشيخ كلا وحول يقطاء إذا أعطيت لوجه الله حداد مر إلهي درت وحب عيسو فلا عليك ما كان عمله يعني أذيك دوش هذا معها وحي وحا لغو سمعيو هذا وحويان حاصل أن المتصدق يعني قبل قبديس وحاو قفك وحب حينيا إذا تصدق ابتغاء وجه الله أدو سيدا قفك وحب حيني إلهي درت هذا وحب عيسو فقد وقع أجره على الله هرت أجر كاي واضح شيء. طيب ولا عليه في نفس الأمر لم أصاب البر يفاجر قفك وحقاتي مقف ونكسنبا مقف وحنبا مقف أباهنبا مقف أباهنينبا هو شاسي أديق ما أديق قصد كاقي قادي قصد كاقي والقادي وعيني لذان سبب كاذي يوحا كمدا واقي هوري يعني ددكو إني ددك أن كد ذالي ينقف مؤمنا كلي إن وحلصي لكن وحاسو رجالة يعني كل قف كستا أو مارتي بين هذا ما هو النول وحي لسي أدو أجر وذكي هكاين من كان حتى قال الله ضد وحسيسو في كل كبد رطب رسول كل صلى الله عليه وسلم بير كستا أو قوين أجر با بير كستا أو قوين وحكستا أو نول أو حسيس حيوانات كان ضد وحسيس أجر بذكي ليس أي لورابيي أيام مارت أجر لقيها لي حديثك صحيح أغفر سو محاك كم معنى وين حديث كان قال رجل لا تصدقن الليلة بصدق نين بايد سوبودي يا وحر ولئي بالله عاوة صدقة ومحسنة يا اللي يقوغا وبحيي فوضعها في يد الزاني هواني زانية أه أي حريسي دات كيبا واكوا بريستو يو كشا كيسانية تصدق على الزانية حالي هواني زانية أبا وحيا لسي وهو على السيال لواي يقول اللهم لك الحمد على زانية إلههم هذا ديقا اسكالي أنا وحي قواب بحي لكن زانية باقى على طي هذا نوحي لي لا تصدقن الليل ولا عاوة وهو أن بحسن دونا هبين كلا بعدنا نين ما القبان نين كيبا تدك أحوى لبادنا بو هذا هبين كلا بعد سي تدك با أكشي كيستي عاوة نوحي لسي نين كلا نايو ما القبان كابا لسي ما مساكين تلسي اللهم لك الحمد على غني هذا نقول إله حمدك هذا إسكال هذا نقول الله إله عاونا وإنا وحصد قيست هبينك صدحاني على يد صارق من توك أيوسي وقعن ديسة كقرد عضي هذا نضد كبا بشا كيستي ورعاونا توقى دي باب العقل وصد قيستنا يا قول اللهم لك الحمد على زاني وعلى غني وعلى صارق الله يو هذا ما هذا إسكال هذا قفق ذو حق رتصينا وحال وير مركا أما صدقة هذه أرتو والله أقبلي يو صدقة هذه والله أقبلي زاني يدي آسي سي هوين يدي جركة كجن عسان يسي جركة هذا فلعل وحاب الصورة قال إني كل ورسطة صورة قال وزين هذا واحد وقين يبا باهي بيه مركا إني كل ورسطة صورة قال ولعل الغنية وحاك الله الصورة قال إنك ما القبين كاها إنه يسونا أرنت أنت كل إبراقاته وعد أنقطه ومدى مصرحه أفكك سوقبتي يؤيقي أفك وصعر مركز إله سبحانه وتعالى فغفر له إلهي بأرافي أرنت ترتد بنيك الأرافي هواني نسل النفس قصدا أوكر وكال الله لبضب هو الصحيح هواني نسلنا كلا قرد عديو إيادنا واحد إنك سوء ومناوع لكن هواني يدو أرنت يدو أصوب بحضي أو مال عيل أصوم مرتبة أوتي من أي عيل ككركيسة تاجن
oo ku wareegay sida uu wareego biyaha doonay waxay dareentay inuu aad u ooman yahay iyaduna intay gashay bay qofkeedii sida kii oo kale iyaduna biyo ka soo buuxisay markaasa iyaduna siisa markaasa ilaahay subxaana watacaala waxaynahay zaaniya ilaahayna dembigeeda ugu dhaafay marka xayawaankiiba saa loogu dhaafay marka fii kulli radbin kabid yacni kabid oo qoyan oo yacni beer kasta oo qoyan macnaha wax nool oo dhan ajir waad ka helaysaa wey ayib lilfuqaraa aladiina uxsiruu fii sabiili illahi waxa weeye asxaabtii muhaajiriin iyo ansaar bay ahaayeen dabcan muhaajiriintii ayaa u go-ay lillaahi walirasuulihi ayay u go-een magaalada madiine waa kuwii iska yimid oo halkaa iyada aad degay ma lahayn waxna maaragtay tijaaro iyo ganacsi iyo macaash ma haysanin meel aan laga aqoonin bay yimaadeen halkaa markay yimaadeen dabcan waa dad ee fuqara aan waxba gacan ku haynin marka dadkaas haddana maca daalika waa dad ahlu iimaan iska labisanaya iska maaragtay dhaqdhaqanaya oo iska biyahooda ku qabaysanaya iska qurux badan marka laakiin ninka u malayn maayo jaahilku marka jaahilka waxaa loo wadaa ninka xaaladooda aan ogeyn iyaga aan hadda la soconini nimankan maalqabeen buuba moodayaa waxba aan ka maqanayn ayib waayo xadiidkii rasuulka sala allahu alay wasalam yaa rasuulku wuxuu laysa almiskiinu bihada atawaaf aladii taruduhu tamratu watamrataani walluqmatu walluqmataani walaklatu walaklataan miskiinku ma aha qofka ay soo celinaysa hal timir inta la siiya timir iyo laba la siiyo iska soo noqonaya yacni ma aha laakiin miskiinku waxa weeye walaakin almiskiin aladii laa yajidu ghinan yuganiih yacni waa ninka aan wax ku filan haysanin dadkuna ayna fahmaynin oo haddii la fahmo lagu sadaqaysan lahaa walaa yas'alu annaasa dadkan aan waxba weydiisanin abaahi waaya wuxuu u baahnaa ma haysto laakiin dadku ma fahamsana mana weydiisanayo halkaasuu ka joogaa ayib laakiin midkan ummadda weydiisanaya intuu ordo markuu gaajoodo wax la soo siinaya intuu soo qadeeya iska soo noqon kaasi waxba maaha kan kale waa midkaa ama dadka iyagaa naftooda dadku waxay ku garanayaan bisimaam calaamaadkooda lagu garano calaamaadku waa kuwa ka muuqanayo ka daahiraya waa dhuudhuubnida dadka xerti iyo dadka hadda afrika marka la tago yacni dadku wada arteen wada dhuudhuuban yihiin dad waa dhuudhuuban wada maaragtay dee jinsiga soomaalidaaba sida lagu sheego inta badan dadkaa soomaaliyeed waxa sidaa u galo oo dhuudhuubay waa gaajaa u badan hawadaasaa ku dhacaysa qofku wax ku filan ma haysto saaku wuxoogaa yaraafka ku dhuftay maanta dhan waa wareegayaa shahaasu isku celceliyaan waa ogtihiin marka qofkii waxa weeye waa dadkaa dhuudhuubane wada soo han innagana halkan markaan joogno kulligeen waxa weeye lacagteenna jiim iyo waxaa qaba dhuubnidii baa la raadinayaa lacag baan ku raadsanaynaa si aad u dhuubataa lacag lagu bixinaya marka waa haddaad gaajooto waa duuban lahayd laakiin ma gaajaysna xaqiiqadu sidaas wey ayib dadkana ma weydiisanayaan oo ku celcelin mahayaan su-aasha qofka su-aasha badan wax fiican maaha su-aalaan qofta ilaahay kuu baahinin maaragtay ma ah walidaalika buu rasuulku sala allahu calayh waalih wasalam xadiid kale wuxuu uga hadlayay qofka isagoo waxaysa man istacafa cafahu llah horta sidaba qofka isdhowra ilaahay baa dhowraya qofka qani iska dhiga haddaad qani iska dhigto allah kaa dhigaya subxaana wa tacaala waman istaqnaa aghnaahu llah qofka dadka wax weydiisa isaga oo wax haysta waxaasi marba qadar bay axaadiis u sheegeen aan badnayn wax yar sa'ala annaasa waxaa la odhan karaa waa ilxaaf yacni adoo wax gacanta ku haysta dadkeenna qaarkood wad aragteen soomaaliya iyo markay meelo badan la joogo iyagoo wax haysto oo maaragtay xoolale baa laga yaabaa inay dadka wax soo warsadaan oo maaragtay hadda dadka dadka qaarkood waxaad arkay iyagoo xoolaleho geeloodii laho fulaankoodii laho wax badan dadka afrika jira ma rabaan inay waxa iibiyaan marka dadkaasay soo wacayaan walaleeya lacag soo dir maalin walba ogtin waa laydin soo waca marka yaarayta haddii maaragtay uu maaragtay qofku intuu fahmo horta wixiisa waxba laga yaaba qofkan wacayo inuusan waxba ku dhaamin marka inuu dareemo inuu wixiisa iibiyo manaafacadsado gato kan geelalihi waa ka kabala kabala-aan buu ku socda marar badan marka inuu manaafacadsado xoolahan waadun ka dhimanaysaa qofkan kugu shukrinaynin ayaad maaragtay iyo hadduu su-aashaasi bato man sa'ala walahu maa yugniihi jaa-at masalatu yowma alqiyaama qofkii wax isagoo haysta dadka weydiishana wuxuu imanayaa isagoo wejigiisa aada moodo qof
wajiga la kisfay oo xangaruufiya saa loo haylhaylay ayuu imaanaya marka wax qurxan ma aha insha allahu tacaala dadka xoolahooda bixiya habeen iyo maalin hoos hoosoo bixiya korkor u bixiya labadaba xalina waa inagii soo marayn in tubtu sadaqaati fanicimmaay wain tukfuuha watu'tuha alfuqaraa fahuwa khayr labadaba tanna waa maxay alladiina yunfiquuna amwaalahum billeyli wannahaari sira wacalaaniya ama hoos u bixi ama kor u bixi wixii aad ilaahay darti aad u bixiso ajirkeeda wuu leeyahay qofku xataa waxa aad siinayso reerkaaga rasuulka sala allahu calayhi wasalam markuu la dardaarmaya sacad ibnu abi waqaas xiina caadahu mariida rasuulku soo booqday caamul fatxi isagoo xanuunsan xajatulwadaaci iyo u dardaarmayay wuxuu yidhi adigu ma nafaqaysid nafaqa oo ilaahay darti aad u bixin ilaa alla agta waxaad ku ziyaadsanaysaa darajo shayga aad ila darti u bixiso daraja kugu ziyaadaysa xataa maa tajcaluu fii fami imraatik xataa waxa aad xaaskaaga afkeeda yeelayso bimacnaa xaaskaaga waxa aad siinayso ajir baad ka helaysa waayo waa waajib ku saaraa ood gudatay ood alla oga baqday weyaan waajib ku saaraa ood gudatood ilaahay darti iyo inaad waajibkaa gudato aad u samaysay waad ka helaysaa waaidaa rasuulku waa kuwa xataa fii budci axadikum sadaqa oo asxaabtu xataa xubankaaga taranka haddaad xalaal markaasa wuxuu yaa rasuul allahi yow oo midka yaanagana midi ma intuu shahwadiisa guto buu haddana ajir ka helayaa wuxuu yidhi bal ka warrama hadduu meel xaaraana dhigo soo wisri iyo dembi kama helaan ha hadda xalaal haddaad dhigtana ajir baad helaysaa marka labada dhinacba waa sidaas weeyaan ayib laysa maaha nin calayka korkaaga nabiyullaahi muxamedow hudaahum dadka hanuunkooda adiga tawfiiqdaas arintaas in waafajintaas ma haysatid walaakin allah yahdi man yashaa ha hidaayatu tawfiiq iyo hidaayatu lbayaan baa kala jira la laba hidaayaa jira mid hidaayatu lbayaan baa la jira wamaa calayka ila albalaaq rasuulkana waa midda laga rabo oo aynu dadka isagu u sheego wax la gaadhsiiyo annagaad ummadda in loo sheego qofkii yimaada la wacdiyo qofkii la arkay muslim wax loo sheego iyo kan kalaba laakiin hidaayada in la hanuuno oo la qaato xaqa taas allay ku xidhan tahay subxaanahu wa tacaala qofna wuu qaadan qofna qaadan walaakin allah yahdii man yashaa wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum waxaad bixisaan oo khayr ah falianfusikum halka aayaddaasa waa midda laga qaatay wax qof kasta ood siiso muslim iyo gaal qofkii aad wax siiso ajirkeedaadu waad leedahay niyadaadan baa lagu fiirinaya wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum wamaa tunfiquuna ila ibtigaa wajhi illah umana bixinaysaanu dadka ahlu iimaankii uba bixin maayaan iyagu ila ibtigaa wajhi illah ilaahay dartii iyo wejigiisa alla dartiiba u bixiyaan wamaa tunfiquu min khayrin waxaad bixisaan oo khayra yuwafa ilaykum waa la idiin oofin oo ajirkiisoo dhammaystiran baa laydin siin waantum idinkoo laa tudlamuun aan laydin dulminayninun laydinka nusqaaminaynin lilfuqaraa'i waxaa usul fuqaradii alladiina kuwaasoo uxsiruu la reebay waxaa lagu reebay lillaahi walirasuulihi bay ag joogaan iyo wixii wanaagaha oo loo diray ama jihaad ha noqdo ama hawshaas keliya bay u xabisan yihiin fii sabiililah jidka eebbe laa yastatiicuuna ma awoodaan darban socod waa safarkii iyo tijaaradii iyo hawsha fil ardi dhulka dhexdiisa yaxsabuhumul jaahilu qolka aan ogeyni wuxuu u malayn agniyaa inay yihiin maalqabeen min atacafufi min ajli atacafufi ee dhowrsoonaantooda darteed way dhowrsoon yihiin loo malayn maayo mas tacrifuhum waxaad ku garan inay baahan yihiin bisimahum su-aalihim maaha maaha su-aashooda ee waa bisimahum calaamaad calaamaadka culimmadu waxay yidhaahdeen waa dad ee dhuudhuuban waa dad maaragtay malaabistae cusub iyo waxyaabaha ilan qofku markuu maalqabeen ya waxba ka muuqanaya maanta dhar buu ku imano beri dhar kalu ku imano ber laakiin haddaad aragta ruux isagoo halkaa qamiisu maalinba mid isagii soo dhaqayo halkaa shaati uu maalin walba soo dhaqanayo ka muuqdo aan bedelaynin walacalla inuu jiro inuusan qofkaasi haysanin aa suuragal ayib tacrifu bisima laa yas'aluuna annaasa dadka ma weydiistaan ilxaafan celcelin ha su-aal mar walba ah ma taagna wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min khayrin khayr ah fa ina allaha eebaweyna bihi isaga caliimun waa ogyah alladiina kuwa yunfiquuna bixinaaya
أموالهم حورهوضة بالليل هبينكي يو النهار مالنتي سرا قرسودي يو علانية ها سي سرعة وصوص يسي كركر انت بأبعية فلو محيلين أجرهم أبالكو ديلي عند ربهم ربي قد أكتس أبالكو ليه ولا خوف عليهم عبسي كركوضة مجرتوه مستقبل كوضة وحبسي مسارة ولا هم يحزنون وحمروك أنا ما هي ستو الذين قوى يأكلون عنايا الربا ربا عنايا لا يقومون ما استاغيا قيام ضلقها الليايا إلا كما يقوم الذي سلوكي وإستاغو يتخبطه الشيطان شيطانكو كعياري قفك شيطانكو كعياري دندانكو كدقي من المصي تابشه درتي شيطان كيبا تابتي وواش مجنون بنقول قف كاسيد اوردع دع ايه سيد او يهي بيون قيامة وصعون طوانان ذلك اركو حوي بأنهم يغو سوطا يدبكا وحكو غاري وقيامة قابكا يكون قنيان قالوا وحيدهن إنما البيع بيعه مثل الربا هاور بيع الربا دواء اسكمتهم ومثل بالزيادة والي ينترس يفلان واسكدوا الساري وفايدة والاقيها واسكمت مرك الله جوابه سلا معه وحل الله البيع وحرم الربا سلا شكتين ما هي بيع الربا اسكمت معه اي احل الله اي بوين وحو حلالي البيع بيع وحلالي وحرم الربا ربا نو حرامي حدبا فمن جاءه قفكي با ربو قدغ مجري ربا داسو كتعامل جري فمن جاءه سلاسو كصون ولا ولقيب فمن جاءه قفكي اوي ماذو موعدة وعد ومن ربي ربي حقيس اوي ماذو وفنتها كجوغة وعد با انتو حقا اللوي مد ايو كاستاغي ووعده با الهي كو انفعي فله وليهي ما سلف وحي هرمري وحي وكسو دغم جري ونلوشي سوري وريركي وري ومد كسو كوريي لوما هيستا ان شاء الله ما سلف وامره امر كيسنا الى الله اي بحقي سو اهانا يايو اي بحقي سو اهانا يالو انت سو سقطو الله وعمي من نخون انو سدا وغتغو وفله ما سلف وحبه عبد الله ما يستوي ورا الله ما يستوي انت تنبنا هاي الاسلاليه وم يا انو كن قضه او انت وعدي سو غاري او خوغا اسك داير ربدي ما حد ديب كسو بلاو ومن عاد ويا مرخواتنا ومن عاد خوفك كن قضه فاولئك كواس اصحاب النار والنار تضد كده واصحاب تدوي هم يغو فيها نارتي خالدون كوهريان طيب الله سبحانه وتعالى مركو كسو شيكي آيات كي بدنا يدرسي حالي انتوردن الأبرار تدكي بارين تا تدكي النفقات كي الصدقات كي بحيناي تدكي الزكاة بحيناي تدكي بالرنمد يا صدقات كي شقيناي ولدي والحاجات يا قرابة السيناي أحواش وذي مركو سو شيكي أيا هلكا وحالي قد قلي في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات يعني ذاتك ربضة قرقمة وحولها ذاتك باطل كبنة وشبهاتك وحيابها وكجرة استعمالها وحونا كور رمي الليبة يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها ما لنت أي قبر يكسوا بحيا وقيامة عند قبر يكسوا بحيا أي صوب بحيا إلى بعث منشورهم إن النقنيان لا يقومون من قبورهم يوم القيامة ما لنت قيام قبور تمرك يكسوا بحيا وحي لمديهن إلا كما يقوم المسروق حال شرطه قف كما أنت وكل عي جنكو دتك جنكا يا وارجني وما رأيت مجنون كان نقدام وحبك جرنين وما رأيت مرب مال ساي سو طورة وما ضح مال كله فنايا سيدا قف كاس ودع دعيو وتخبط كا وكجر الشيطان كما أنت كعياريو سيدا سو يسونا قيامة النقطونا ابن عباس وحوي لآكل الربا قف كالربا من يبعث الله يوم القيامة مجنونا سوى وعلم بو إلهي صوب حنتونا يو قيامة والله صوب حنتونا طيب إيه
dadkaas marka waxyaabaha dhibaatada noocaas ay ku gaadhay baa waxay dhaheen baycu wuxuu la mid yahay ribada, ribada iyo baycu waa isku mid. Tayib, rasuulka sallallahu calayhi wasallam ka waramay xadiis kale oo aad u dheeraa, waa habeenkii la dheelmiyey rasuulka sallallahu calayhi wasallam ee uu soo maray samaa'u dunyaa, samada labaa, samada saddexaad, dad meel ku jira ee webi ah oo maaragtay webigaa nin uu ku jiro ninka banaanka marba uu maaragtay marka alla markuu siilada kaasi ka soo bax uu dhagax weyn intuu ku tuuro uu haddana ku celinayo, waxaa loogu sheegay inay yihiin dadkii ribada cuni jiray. waxay yidhaahdeen beec iyo ribadu waa isku mid. taas macnaheedu waxa weeyaan jawazuu bidalika lictiraadihim can calaa axkaami illaahi fii sharcih, waxay diidan yihiin sharciga ilaahay ayay diidan yihiin. marka waxay yidhaahdeen waa isku mid weeyaan. marka ilaahay baa eebba uu u jawaabay subxaanahu watacaalaa, waa xala allaahu albeyca waxarama ariba, isku mid ma ahee, beecuna waa xalaal, ribaduna waa xaaraan. tayib, sidaasaa loogu jawaabay. tayib, qofkii marka mawcida ay uga timaado xagga rabbi subxaana, bimacnaa wacdigan waxaa loo sheegay inay ribadu xaaraan tahay, inayna bannaanayn in lagu tacaamulo. wuu ka joogsaday oo waa halkaas uga haray oo alla subxaanahu watacaala wuxuu ku anfacay, ilaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam ribadii kullu riban fi ljaahiliya waa yacnaa wuu joojiyay mawduucun taxta qadamaya hatayni waawalu riban adacuhaa riba alcabaas. rasuulku sallallahu calayhi waalihi wasalam wixii hore ee tacaamulkiinii ribadii aad ku tacaamulayseen dadkii aad ka sugayseen waxyaabihii ziyaadaadka aad ka wax ka jira mal hawsha waa la joojiyey, waa la soo afjaray. qofka marka hadduu wacdigaas marka loo sheego ee layidhi war waxani waa xaaraan, war waa riba, war jooji, hadduu joojiyo halkaa ku dhaafo, falahu maa salafa waamruhu ila allaahi, weeyo man balagahu nahyu llaahi can ariba fantahaa xaala wusuuli sharci ilayhi, qofkii joojiya markii sharciga ilaahay soo gaadhay, falahu maa salafa min almucaamala, wixii hore oo tacaamul ahaa looma haysto, cafa allaahu ama salafa, wey ilaahay subxaanahu, falahu maa salafa waamruhu ila allah, amarkiin falahu maa salafa maa kaana akala min ariba qabla taxriim, yacni intaan xaaraamnimada loo sheegin wixii ka horreeya uu cunay looma haysto. marka sidaas weeyaan waman caada faulaaika, marka waa sidaa aan sheegaynay, qofna wuu joojinayaa, qofna wuu ku noqon. waman caada ila ariba, qofkii markii intuu masalada u caddaatay xukumkii ogaaday buu haddana ku noqday ila ariba, fafacalahu bacda buluuqi nahyi illaahi can, markuu ilaahay nahyigiisii ogaaday kadib buu ku laabtay, faqad istawjaba alcuquuba waqaamat calayhi alxuja, qofkaa cuquubada ilaahay wuu waajibsaday, bimacnaa cuquubada ilaahay waa helayaa, waana xujadiina waa lagu oogay, waana kuwaasaa layidhi faulaaika asxaabu annaar hum fiiha khaaliduun, waa naarta asxaabteeda, waana wayna ku waarayaan. rasuulka sala allahu calayhi waali wasalam xadiidkii nucmaan ibnu bashiir ee arbaciinka kutubta ugu yar iyo kutubta kaleba ku yiilay, waad garanaysaan, ina alxalaala bayin waalxaraamu bayin wa bayna humaa umuurun mushtabihaat, xalaashu way iska caddahay, xaaraantuna way caddahay, umuura u dhexeeya. qofka shubuhaadka iska ilaaliya, faman ittaqa shubuhaat istabraa lidiini, banaankii maro maxay ahayd maradiisa, xanan ma qabsado, soomaan geed ma qabsado, faman istabra'a lidiinihi wa cirdihi, qofkii cabsado oo shubuhaadka iska daayaay diintiisa iyo sharaftiisa la gaadhi maayo, sharaftaada cid taabanaysa maayo. waman waqaca fi shubuhaat waqaca fi lxaraam, qofkii shubuhaadka ku dhacana xaraamta uu ku dhacayaa. shay shubha ah, xalaal baa ma xaraam baa ma fulaan baa, maalin walba dad culimmadu saa u agtaagnaato ood rabto inaad maaragtay lagu hal mar unaad ka hesho afkooda hebel baa xalaaleeyey, aad ka hesho waqaca fi lxaraam, karaaci yarcaa xawla alximaa yuushiku an yartaca fiih, yacni maalin walba haddaad un leedahay yacni ama aad raadiso ama aad shan jeer kusoo laabato maaragtay sidaas oo kale. waxaa la ii sheegayaa qoliyo dhahaya ee guryaha in la iibsado, qoliyowgan dabcan waxaa jira dee dariiqa ribada bunuugta caadiga in laga qaato, ciyaadan billaahi taas marna lama oranin oo maanaan dhihin mana aana arin, laakiin guryaha naftooda hadda la qaato oo meeshan oo kale shuruud waxa oo islaamiyaadku ay leeyihiin oo sharikaadka ee waddankan hadda guryaha laga qaato muslimiinta ah, waxaa jira shuruud badan
oo culimadu ay u xireen yiraahdeen war shuruudan faasidka ah hal oo fii oo sax aqdu zahantisa hore riba wii ma ah laakiin shuruud faasida ku jirta oo fasahadinaysa marka shuruudan laga saaro shuruudtaas marka haddii laga saaro dee caqdigii lagu baara buu noqon laakiin haddii caqdu asalkiisa sax yahay shuruudina ay tahay faasid shardigii faasidka ay caqdigii uu halaynaya marka waxay noqonaysaa walaalahaasna kamay saarin ilaa hadda intaan ognahay sharikaadkan magacyada goongooni leh cid ka saartay oo culimmada u dhag istaagtay ilaa hadda ma jirto marka waxaa la maqlayay in la yidhahdo sheekh axmed wuxuu yidhi waa la iibsan karaa hala maarta waxeeyo marka ma aan dhihin ee waxaan taagannahay war ka saar war shuruudan faasidkaa meesha ka bixi mar qofkii yidhahda sheekh la iibsado marka haddaba ogaada anigu ma dhihin waxaan leeyahay shuruudda faasidka ha laga bixiyo haddii dadkeenu intaan isu tagna aan idhaahdo war shardiga faasidka culimmadu way wawsha intaa kow laba saddex afar ka saaraa leeya waxyaaba uusan qofku ka bixi karin oo culayska oo la saarayo qofka guriga markii laisla leeyahay haduu boqolkii labaatan baad leedahay isaguna sideetan bay iyo sharikadu iska leedahay wamaca dalika wixii ku dhaco dhibaato oo dhan qofka labaatan kale miskiinkaaba la saaraya alqurmu walqunmu wax la yidhahdaa jira marka faa'iidihii iyo khasaaraba waa in laisla lahaado hadduu wax inaga dhexeeyo waa inaa isla wada leena dab hadduu qabsado waa inuu inaga wada dhinto haddii maaragtay waa inuu ina wada haddii wax lagu sameeyo waa ina marka haddii la yidhaahdo culays oo dhan adigaa leh maaragtay waana kula leh ahay lacagtaadii aada bixinaysayna waxay aadaysaa intaasoo dariiq oo kale ku kala baxaysaa bal waxaa ka aadaya ijaarka dee waa wax yar meelaha ay marayso iyo howladdee kasii badan baa jira oo cidda ay marayso iyo bank kunuugta lala tacaamulayo iyo cidda dhowaan adiga kula tacaamulayo warqadda cidda kuusoo diri ciddaad la dhilgarayn oo dhan ma iyaga mise waa banki caalamiga oo kale waa howlo kale lacagta xaggee laga keenay iyo maaragtay miyagaa iskale mise waxaa iskale banki baa laga soo qaata waa howl kale waxaasoo dhan waa waxyaaba mrunt information badan iyo macluumaad buu ka jira laakiin ma raba inaan intaa badan kasii dhex galo waxaan rabaa inaan idhaahdo walaalaha shuruudaan u xidhna waxaa weeye shuruudda la idiin sheegay ee qoran ee loo diray soo bedela wayna diidan yihin ilaa hadda ma i bedelin intaan ogahay marka intaasaan rabaa inaan ka dhaho insha allahu tacala ayib rasuulka marka sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiidkaas wuxuu kuu caddaynayaa yacni in lays dhowro waa in lays dhowro war shubhaadka aduu iska ilaali wax xaaraan ha ku warwareegin mar walba inta lagu odhanaya waxa waa xalaal iska ilaali annagaa ugu jeclaan lahayn inaan bulshadeenna aan wax fiican u sheegno oo halkaa mimbarkaan uga aqrin lahayn oo khudbaan uga aqrin lahayn ummadda waa ognahay baahida haysa ma aha baahida haysa inay annaga xitaa nahaynin annaga waa nahaysa maan dhowey waaniga sheegayaa laakantii baan deganeen maxaa kantii geeyay haddaan guri maan inta ka qaata masaajidka dhinaciisa oo aan galo oon ku raaxaysto marka halka abartment kanti ku yaalla aan aadayo marka waxa weeye macnaheedu dhibaatada dadka haysataa annagana waana haysataa ummaddoo dhan bay haysataa laakiin wax xalaala insha allahu tacaala aan helo ilaahayna subxaanahu watacaala xaaraanta hainaga wada ilaaliyo ayib rasuulku wuxuu yihi dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibuka war ka tag wax ku shaki gelinaya iska daa waxaan shaki lahayn aad ithmiga waxaa la yidhahy dembiga waxaa la yidhi maa xaaka fi lqalbi wataradada fiihi nafs wakarita an yatali calayhi nnaas yacni waa wax qalbigaaga kusoo noqnoqdo ma xalaal baa mise waa xaaraan hadduu shay kugu noqnoqdo waa xaaraan adiga naftaadu isu fatwo intaa keliya wey cidna ha weydiin su-aalaha umadda ka dah ha ma xalaal baa ma xaaraan baa ma xalaal baa hadduuba kugu laablaabanayo adaa ka jawaab ayib haddaad neceb tahay in lagugu daalacdo oo lagu arko maaragtay oo la ogeyn oon la rabin in lagu ogaado oo aada waxaaga qarqarsanayso marka adigaa isu fatwoonayo rasuulku wuxuu yihi arriba thalaathun wa sabcuuna baaban ribadu waa toddobaatan iyo dhowr albaab oo midka ugu yari uu la mid yahay an yankaxa rajulu ummahu inuu qofku hooyadii reer ka dhigto subxaana allah waciidka intaa ka dambeeyaa muxuu noqon lahaa inuu ninku hooyadii reer ka dhigto rasuulku wuxuu ka hadlay haddii wax la bedbedelo tan ma aha ribo magac kaley leedahay magac qurxan baa loo sameeyey faa'iidaa la yidhahdaa interskani ma aha rasuulku wuxuu yihi lacana allahu lyahuuda ilaahay yahuud nimanka la yidhahdo ha lacnado markii laga xarimay ashuxuum wixii xaydhi markii iyo caddayntii loo diiday bay fajamaluuha way dhalaaliyeen fabaacuuha way gadeen fa akaluu samanaha lacagteediiba fiiri meesha ugu tageen
halkaas marka la waxay ilaahay anagu cunimayna ee waxaanu ku harkaha iyo maqaarka un baan dufan uga dhignaa ilaa maqaarka waa darta waxa uu baahin siliidan yaad waxyaabaha darta baabuurka oliyada laga bedelay jaa hawsha lagu sameeyo waxa saasay hadii marka gaadiidka markaan u baahano iyo maqaarka iyo waxyaabaha saanu ku yaanu uga dhignaa dufan ma ogiye cunimay marka fajamaluha way dhalaaliyeen way beeciyeen lacagteedii wata lacagtii ribada marka halkaas ugu tagay lacagtii xaaraanta halkaa fog bay ugu tagayaan shaygii laga xarimay marka taasna taxayul baa la yidhahdaa taxayul xeelaysigaasina sharci uguma banaano inaad saa u xil xeelaysato oo aad daba wareegto maa walidaalika waxaad ku garaa ninkii lacna allahu lmuxalila walmuxalal lah markuu rasuulkulah sal alla alay wasalam ilaahay lacnad korka hauga tuuro ninka ee haweeneyda xalila iyo kan loo xalilaya labada maxaa laga wadaa nin baa saddexdii dalqadoodba ka dhammaadeen xaaskiisiina weli way isjecel yihiin way israbaan inay isguursadaan dalaaqyihiina way dhammaadeen nin kaluu la soo heshiinayaa wuxuu leeyahy ii guurso laakiin ii fur bisharti waa inaad furto halabeen iyo laba habeen la joog markaa fur markaa marka muxallil baa la yidhahdaa wuu xalaalay iyo muxal labadaba lacnadii korka ugu dhacdaa layidhi rasuulku sal alay wasalam atays almustacaar baana la yidhi atays almustacaar waa orgigii orgisada ahaa ee lasoo ergistay adhiga lagu darsanahay waa nin adhiga lagu darsan oo kaluu kaasi lamid yahay kaalay maaragtay reerka igu tagni yidhi oo kale marka hadday wax xalaalay yahay u fiirso ninkaa meherka u ritay meher buu ahaa gabadhani ciddadii way ka baxday u fiirso gabadha ciddadii way ka baxday ninkani waa sidii uu hadduu niyadiisu fiicnaan lahaa caadi buu guursan lahaa wax ma lahayn laakiin maxaa khalday niyadaa xun inama alacmaalu biniyaad niyadaa xun ee meesha ku jirtay ayaa wixii oo dhan khalday marka masaa-ishu wax sahlan ma aha ilaahi subxaanahu watacaalaa hayna dhowro rasuulku waa kila lacana allahu aakila ribaa wa muukilahu wa shaahideyhi wa kaatibu yacni allah ha lacnadaa la yidhi qofka ribada cuna ka cunsiiya waluufiirso ka cunaya iyo ka cunsiiya iyo shaahidka markhaatiga kuwa iyo kan qoraya naftiisa kombyuutarka ku qoraaya intaba lacnadaas culimmadu waxay yidhaahdeen wamaa yashhadu calayhi wayaktub u fiirso shaahidka ma noqdo qofku mana qoro ilaa idaa adhara fii suurati cabdi sharciyin inuu caqdi sharci oo fiican boy u muuqataa wayakuunu daakhiluhu faasidan midii aan shay shuruud faasida guda ahaan marka la tago fasaad baa ku jira laakiin caqdigu iyo agreementigu inta noo muuqato waa saxiix oo sharcigu waafaqsanya laakiin wax faasida ku jira falictibaaru bimacnaahu laa bisuurati waxa la fiirinayaa waa macnihiisa ee saxda iyo xaqiiqada weeye suuradan kore eed mooda inay sax tahay ma ah maxaa jira liana alacmaala biniyaat weeya liana allaha laa yanduru u fiirsa xadiidkii ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum alla suuradeenan fiirin maayo maalkana la fiir wainamaa yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum qalbigaa la fiirin marka maxaa laga wadaa meesha xadiidka loo soo qaadanayo caqdigan suurada inagu aan isleenahay hadda agreement saxiixa weeye oo aan isleenahay laakiin shuruud faasida hadday ku jirto ma xalilayo caqdigan saxiixa u muuqdaay shuruuda gudaha hadduu ka yahay faasid ma xalilayo marka umuurtaas waa umuur u baahan dheeri insha allahu taala intaa ka badan inaan laga sii hadlo alladiina kuwa yaakuluuna cunaya arribaa ribada cunaya laa yaquumuuna ma istaagayaan qiyaamada marka la tago ilaa kamaa yaquumu ladii siduu kii u istaagaya ma ogiye yatakhabaduhu shaydaanu shaydaanku uu maaratay dhaan ka dhigay daandaanshay oo shaydaanku uu maaratay ku ciyaaray min almasi taabasho ama majnuunnimo yacni qofka markuu shaydaanku ku dhaco yacni wuxuu noqonayaa qof majnuun oo kale dalika arrinku waxa weye baannahum iyagu qaaluu waxay dhaheen innama albaycu baycu mithlu ribaa waa ribada oo kale beeca iyo ribadu waa isku mid ayay yidhaahdeen waxala allahu albayca waxarama riba allah subxaana watacaala isku mid ma ahee beecana wuu xalilay ribadan wuu xarimay faman jaahu qofku u yimaado mawcidatun wacdi min rabbi rabbigiisa ka hela oo fantaha joojiya falahu wuxuu leeyahay maa salafa wixii hormaray looma haysto wa amruhu ila allah amarkiisuna allah subxaana watacaala baa loo bandhigayaayo marka hadduu amarkiisu marka aad inuu ku laabtay inuu daayo labadaasa u taala waman caada qofka ku noqda
فأولئك كوا أصحاب النار والنار أصحاب تيدهم يو فيها النار تي خالدون كوا ريان. طيب يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله إبوين وترترا وتريا الربا الربا هذه النظرة هذا بوح بضنها كلها تي ويران إسايا ويترتر ميسا ويربي الصدقات صدقتنا إلهي بربارية وكبعية يربي الصدقات ولوينين والله إبوين لا يحب مجعل كل كفار قال لما بدني رمانتي أثيم أو دم بضن إن الذين كوا آمنوا الرميين وعملوا الصالحات أعمال ونكسن لي مادين وأقاموا الصلاة صلاة أوغين وآتوا الزكاة الزكاة بحيين فلهم محيلين أجرهم أبال كوضا عند ربهم بكليهين ولا خوف عليهم أبسكر كوضا معها ولا هم يحزنون مرقنا كور كوضا مسار. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث وفيرس ربض وحال غيابة وحبا ثم دارك طب انت ربك تعاملين وي ادو برو هل مرء اركا اي قال وحودي او ربضا كو تعامل يعني هل مرء ما قليس هذا نقفك بيجي وحبا لغوا مالك ابو حدا سو ما يقان هل هبين وحي سواي طيب او لغيا من مال تدم ما يستلو امين ومارس كتور امين يعني ساس. ولذلك ابو وحا ليدي الربا حتى وان كثر حدي ربط هبضته عاقب ديسو وحيقون وهان دونتا قلة إيا يران أيا قدام بين دونتا. طيب رسول صلى الله عليه وسلم ويربي الصدقات صدقة الله سبحانه وكب إياه من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ألو فيرس قف كي صدقة يستا وحقون نقمة تمر تمر وحقون نقمة ولكن كسب حلالة ولا يقبل الله إلا طيب إبوين ما بأقبل بوحن ونكسنين قفك فإن الله إبوين أيا كوك هذا يجعنتيس ملك وألك كوك هذا وحفي عن كذب أيوب وينيا وكب عيار رب سبحانه وتعالى لصاحبها سيدا قف يدينك إذن كمده درمان كيس يعني فرس كير أما جيلا ير المها ير سيدا لو كوريو يو ألا أكورينيا حتى يكون مثل الجبل إلا أي بورك لا يكاد مركض صدق هذا حلا شاهد $10 oo halaal $100 oo halaal hadaad bixiso oo ku darsato sadaqada la sameeyay la ururinayo oo 10 ka alla ka aqbalo oo halaal ay kasbo tayibood keensata ay tahay oo alla ka aqbalo subhana wa taala alla gacan midig bu kaaga qaadi iyadoo jabal uxud iyo buur la agna baa lagu tusi insha Allah taala. Tayib wallahu la yuhibbu kull kaffar athim wa hawaya la yuhibbu kafur al qalbi athim al qawli wal fi'l balila قف قلبي أنا قال لي ما وجرته قول كيسي هذا الكيس أنا إثمي الدنبيس وبنية. طيب ولا بد من مناسنة أيضا بهذه الصفة قفك وحال إذا ربضة قطع عاملة الله سبحانه وتعالى وحو قيبي من الرالك وينه هذا ركتنا حلال أدمار نبا وارد حذيرا بالعق قل يوغا بعدين شاهد بانك أهوان جوغي مركا العق نصيب عليه ودين وحو يري مرك الدين وعد سينيا لكن وعد إيسار إيسان بقول كيف أنت هاس إيسار وروحي وارربا هذا السنة كو سارة ما يعدو الربا دعوني ما يسيد إيسار شغلكم مالي هذي موحد دون إيسار بقول إنت أنا لعاو كدديميو إنا أنا وحبه اللي أنا أقول وبلا يا أبني سين كو ديمين إيا وأنا وحبه أنا قنا أنا وهلين مرك وين الإيسار وهذه اللو سارة هذا كم كو سارة يعدو لعن الله آكل الربا وموكله كيكو عنسية يكي عني واسكم بيضن بين نقنايا. طيب مركب قفك الرباضة كنت عامل معنى هذا وحاوية وحون الرال لكوان لا يرضى بما قسم الله له من الحلال وإلهي وقيبي حلال كما كافتو ميو كما الرال لنقض ولا يكتفي بما شرع له ووحي إلهي وجدي وكسب كي حلال كهانا رال لكما بل وصعينا أكل أموال الناس بالباطل إنو حواليه أمدى وكوعنا باطل بأنواع المكاسب الخبيثة مرك وحود دي نعمت ربي سبحانه وتعالى باطل كا أيون وجه سلع الربائن وتعامل كسنة يمحق الله الربا إبوين الربا واتريا ويربي الصدقات صدقاتنا وكبعنيا والله لا يحب مجعلا
kulle kafarin galnima badne asimi o dembi badan innel ladina kuwi amanu rumeyenu o amilu saliha amanu rumeyen o amilu salihati amasha fi alayhi maden wa aqamu salata salatu rugen wa atu zakata zakata bihiyen falahum ajru muhilin ajr kod abal kod inda rabbi bi kulayhim wala khufun alayhim absikur kod maha wala hum yahzanuna murugna masar ya ayuha alladhina kuwa amanu rumayyanu اتقوا الله وربوينا كبخ وذروا داية ما بقي كتغا ما بقي وحي هري او من الربا ربا وحي كه ان كنتم اداتين مؤمنين كوا مؤمنين هداتي فان لم تفعلوا هديدا سمين او اين كوا سيارنت ديدان فاذنوا اوغادا بحرب طغار او من الله ايبوينا كه يا رسول الرسول كيس وإن تبتم هدا توبت كنتان فلكم واحد لديهن رؤوس أموالكم حولين الرأس مالك نيبد لديهن زيادة مليهدين زيادة دي انت رسك هيد لدي سين ما يتعمليهدين لا تظلمون إذن كددك الظلمين ميسانو بأخذ الزيادة زيادة قادم ميسان ولا تظلمون إذن كان لدي ظلمين ما يؤو رأس مالك ني لدي قادم ما يؤو طيب هاي آياتنا إكال ليسا تدكي شيء واد أغاتي إنو الربايا هنا والووشي تعامل بعد كجرتي مركا إنو الربا هنا والووشي وحي مركا وحا الويري وروحا والربا وإن الجوجيسو طيب وحانا كهام مغنا قيب وإن لو السياع تصالة نمباد وحكوليشي سحولو وكهدين سدو وكاقات حولي مركا وحا يدينو العقد انتاس وزيادة أكسي هذا سنوي هذا وحالة سمية ربا ده وحالة قيب يا دور قيب هذا ربا الفضل يا ربا النصيحة بكليه ربا الفضل هو والله بشيء أو إسكوميتة أو جنسي إسكوميتة أو لكن تفاضل وسمية كلا بلا هذا مثلا الله بشيء راشين كي راشين هي راشين إسكوميتة بقى إسكوم بعينية مت بقى الله بجوان من نوع هل جوان تفاضل بقى الله بدي شيء وهل نوع أو جونية لعقت يسكم ملك هيد باكلا مارت الرسول واكي تمرتي بودي وردي هيد حميد يتي كلو لكلا إلا بيع العراية هل مسروع تتكلو بني يموي طيب ربا الفضل ربا النصيحة وحوية دين بعد لعقت كوب حصي لكن دين تاسع نعفي كوكينيس حل را كل قرض جر نفعا فهو الربا وفق هذا يرادا كل قرض وقاعدة قود آذ مهمه كل قرض جر نفعا فهو الربا دين كستا او فانفع كو كانتي والربا دين تو هدي انفع كانتو ربا اي نقطة ام حالا قولا دي حوالان كانت دين سلا وحاتري سنة كمركا كون دولار بعد هدي دي ميسي وحاتري بيشا بيشا يلا كون يلا بغول ايكن انت قلي كون يلا بغول ايكن لا والله بغول محيطة هذا تعامل كلا جرو ضدكو النصيحة يدو نوهو أكو تعاملان أو نبى نك نعسي أو هي أو سمينا يا علي نعسي أصلا كوا هي بالوال بوحن كسينا يا بقول الله بقول دولار آخر كم مرة تيجي أنا لعقت هذا والله ده وام هلا والله بقول حاجات كسينا وفائدة على إيش بالوال بوفائدة إنس ديمين أو ملكوتا وحاجة لا كان الشرع ومية قلنا فائدة إنس ديمين بيع ومية قلنا بيع وين الزيادة بالله واحد هلك كرتكون دولار بالله وحلو ورن كرا وحب الله ما هي بلا ولا خسارة يا ساس يقول دوي ولذلك فرق أرض حياة الربضة هي بيع وفي عن وحل إلى ذا بيع مؤجلة بيع مؤجلة زيادة نسخان لكن الربضة مرنا مؤجلة نسخان ثم هذا أرقدت كان الربضة كنت عمل ولا وح كخسارة ما نمغش خسارة مؤجلة يو وح اسك قاضي اسك قرقري وحوضة أسارة وحوضين مل بويا ما أنت قدام بيسنا وكان وحاجة لنا الحراشنا هي homeless كاد نقدس بنا كاد صفر سنس هو خسارة وعي هدي هذه لو عاونا وحلو السينا مركب ولو جلنا يا أضعاف مضاعف يضل الله لا بي ووحن ك لا بلا بك القرآن كمركب شيء جي ووحن أنت رسك بالول بهذا سيك رايو الدبل كان نقدس وسيك عاية تاس بين نقدس طيب مركب وذروا ما بقي من الربا وحوي مركب سداس وروحي الربا هان سكدة هدي وحي المسألة دي كوعدة رأس مال كاينة قاضو وانت كليه رأس مال كاينة بعض ليه ضعي ربضا أدو مليهيد فرحك القاضي طيب سيدا سؤال
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله هتقفك اسمرك وقف على الله تقالما يوي هدو قفك الديدو حكومك إلهي الديدو حرب إلهي باسنك الصعودة حرب قاس هو حرب ويوي وشاملة حرب إلهي وعلي لله بشي أمبو الله شيء إنه حرب كقاضي سو الله بشي بشي مدواء ربط قفك كتعامل وات آيات القرآن فأذنوا بحرب من الله ورسوله تقال إبال وقال تقال كوا تقال شاملة ودقال كالارتين دادك تعاملك الربادة كجرة وكودع هانتي دوض وكودع جير كودي عافمات كود وكودع عرور توض وكودع قريو وكودع قريو اي دكناين اي عرورتي اي بيسنسكي اي ساقيدة اي رير كيسي اولا كالتاق لكالتاق في النهاية نلقيا بقفك ازامين يستلو امين ومالك لكودن بي تعاس اي كنولين حقيقة دادك غرقيا الدين تا قاتي او كساب سن ربادة ويكون نوليهين نول الأدق يكون نوليهين وان راح لهم وفكر بلان وان اي اين وشقه وقوين كريد لذلك كان قال هذا عارك ما لنا مقويان كوردو هذا ممشو مشالي هذا ممشو بروا اين شقه تكت هذي كالجيه قال له والا قاد باور كوضنا والا قادي قريق هذا والا قادي وحالاب طول احتالنا والا قادي هل مالين بقفكو بنان كسو يستاقي هومليس وحالو نقوم كرا وان اي بقفكو هل بلبو هومليس سبدلين قفك مع القبينك طيب فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم هذا طوبتك أنتان وطبحة كجوكتان فلكم وحدين رؤوس أموالكم حولي إني رأس مالك إني إذن كالا ولا إذن كمني جاسوبين إذن كما حاران تنبوين حولي إني قات أما وحي زيادة لها سوما لا تظلمون مظلم مجلسان أو يدوك زيادة قال الميسان ولا تظلمون لأننا ظلم مايو طيب قفك هذه أي حوالها حرام تأمرك سوق قلان أو حوالها حرام وصاص كسوق قلان سيديب وصمين أيها فالي لذا حوالها حرام هذا لوسي أو كسوق قلان وضع يساتا وحالي لذا الطرق أو مشتركة أو أمدى كرنحية لغو بحية ميلها أمدى كرنحية وجدت كالاديسايو واسبتالا ومارتي ودوينكا مارتي مدارستا ايلاشا ومورها تتكا وحكا دحية اياكوها بون انتا صوكرا لو بي حتى لمدو عزوي ديان او ربضا حتى زكذا ملغا بحينيا حوالا بضانا هدا 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 يسوطو قار ربع ابا كجرا مركاي كو عداتو مسالي دي ازكاكو يسوح لو حي ربضا رأسو مالكا عقبلا كزكي ربضا وحبينا كزكي سما مبلي هيد اضو حلل هذا المال أيضا إصرافه ربنا يدي واحد يسكبه وحبه كذا كين بعد كذا كيساء حوله أضوء الله هذا واحد الله هين مركز كذي سكون صار رويا طيب وإن كان هدوية ذو عسرة وحوي قفك دين تقات قف بعد دين قات إن كان هدوية ذو عسرة قف وليس صاحب وحبق عن كهين فنظرة فالواجب واجب وحوي النظرة إلا السجو إلا السجوي إلى ما يسر أنت وحضا كنقن أو حكيه لي هل السجو ها قيان لقبصني كلية قيان لودي وأن تصدقوا إن تسكوا صدق قيستان صدق قاس وين سكع فدان بخير لكم كائدين بخير بدن إن كنتم بداتين تعلمون قف بدين كاقات قف كي وعي كي يورني وحولي ما هي وقتي مرك لجاري لأن آيات دارت بعد إنه إيمان تنتو تداين إذا تداينتم بالدين أو إن وحيد وقت اللوس سمياء مرك وعي كي الله عبتها ما هي طيب ما هي سيد وما لبوج با كفرا إن أدري سوء تسكور رعف تواصل فيه عن أطير الله ولله سبحانه وتعالى كعاوي هذا محبه ينيني كل صلاة قيسته سنقول واصل إن أدري عفده إيه إن أتكسبته وقصب إن أتكسبته لكن إن هل كان كل دكتور أطير إلا وإلا هل كان عندك توينك وحماي مرك شرط ولا بلاس كفرا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر فالواجب والنظرة إلا السوء إلى ميسر أنتو هذا كان نقن وأن تصدقوا إن أتكو صدق يستنوا عفدان بخير لكم إذن خير بدن إن كنتم مدات إن تعلمونك ووحقرنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا كبا قددوا يوما مالين أو قلو فيرس آياته الربضة أيا وحال مسوء قبا قبا آياتان واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وآية آخر آية نزلت بالله هذا على رسول الله يعني على خلاف فيها
sida raajixa khilaaf baa ku jira laakiin waxay leeyihiin culimadu qaar aayadana ay tii u dambaysay aakhiru maa nazalow aayad u dambaysay rasuulku tuu soo dejiyey wuxuu sii noolaa marka lagu soo dejiyey taqriiban 30 habeen buu sii noolaa baale marka iyadana aayad u dambaysay marka aayadihii waana aayad aad iyo aad u macno weyn wattaquu ka baqa yowman maalin oo turjacuuna laydiin celin fiihi dhexdiisa ila allahi ثم توفى لأوفين كل نفس نفكستا ما كسبت وحي كسبتي با لو ميسي هو لأوفين و لغن نسخة من ماي دين خيرا فخير وإن كان شرا فشر ها وهم لا يظلمون لا نظلم ماي وما ربك بظلام للعبيد إني حرمت يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت محرما بينك فلا تظالموا marka taas weeyaan marka waa wacdi lagu soo khatmay aayadii oo dadku inay ku waana qaataan oo ku wacda qaataan wattaquu ka baqa yowman maalin oo turjacuuna fiihi laydiin celinayo ila allahi hebaweyne uma tuwafa laydiin oofinayo kullu nafsin la oofinayo kullu nafsin naf kasta loo oofin maa kasabad waxay kasbatay wahum iyaga oo laa yudlamuuna aan la dulminaynin wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.